كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله 2021 تكون أحسن من 2020. أكيد مر علينا أيام جميلة وأيام صعبة جدا جدا في 2020. حلو. اتكلمي يا أستاذ فنزاتك. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا كلنا جميعا، يا رب السنة دي تكون أحسن من اللي قبليها. قولي ايه هيبتدي فريد؟ عايزه تقولي كل سنه طيبين للناس. كل سنة وانتم طيبين، وطبعا احنا اتلينا في الفيديو ده عشان نسلم عليكم. طيب وانت؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنة طيبين. دلوقتي في سنة 2020 هنرجع نودينا بالتاريخ كده شوية، ومعاكم أحسن أيام وأصعب أيام، وأنتوا برضو في الكومنتات هتكتبوا أحسن موقف أو أحسن أيام عشتوها في 2020، أميز يوم مثلا شفته في 2020، وأصعب يوم قابلك في 2020، وإيه الحاجة اللي ممكن تكون شفتها في 2020 صعبة. نبتدي بأستاذة دينا. إيه اللي قابلك في 2020، أميز حاجة قابلتك في 2020، حاجة كويسة قابلتك في 2020؟ حاجة قابلتني كويسة ان انا قابلت ناس كويسة كتير الحمد لله في حياتي، يعني ربنا وفقني بناس في حياتي كويسة جدا الحمد لله. تاني حاجة، يعني انا هو طبعا هو في أزمة كورونا لما عدت علينا، اي نعم احنا قعدنا في البيت السنة اللي فاتت، كنا خارجين لما خرجنا وادانا صبح كابر وهناك استضافونا احسن استضافه بصراحه، وطبعا بشكر منى على اللايف، هي كده هتشوف الفيديو دوت منى صبحي كادر. بس فكانت السنه اللي فاتت كانت فيها متميزات، السنه دي طبعا جدت عليا في ان انا طبعا حامل في توأم، دي طبعا حاجه من ضمن الحاجات اللي اتفاجئت بيها. ربنا يعدي شهوري على خير، ربنا يقومك بالخير يا يا رب. بس وتالت حاجه ربنا يخلي لي اهلي يا رب، وكل سنه هم طيبين برضك عشان هم يتفرجوا على الفيديو. كل سنه وكل اهالينا طيبين. بس فالسنة دي مختلفة عن السنة اللي في اللي قبليها، ان السنة دي هيبقوا خمسة، فمش عارفة السنة الجاية هطلع لكم ولا لا اصلا. هكون في المستشفى ولا هكون في البيت، الله اعلم بقى، طبعا ده العلم عند الله. انت تتمني ايه تشوفيه في سنة 2021؟ اتمنى ان وزير التلبية اسمه ايه؟ التربية والتعليم. التربية والتعليم، اني خلصنا موضوع الدراسه ده، عشان انا فعلا النهارده اتضايقت جدا لموضوع التاجيل بتاع الدراسه، لان انا كنت مهتمه جدا بدراسه زيزو جدا. عشان ابني ما شاء الله في هندسه ثالثه ثانوي، ما تتريقش ما تتريقش، ابتدائي هندسه. المهم اسيبني اكمل كلامي لو سمحت الناسي. بس فعايزه عيالي يطلعوا حاجه حلوه، وجوزي طبعا يبعد عننا العين، عشان مجرد ما عمل لي فيديو رومانسي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني قامت حريقه في البيت. يا لهوي. طيب انا هتكلم 2020 قابلتنا فيها حاجات، بلاش نتكلم في الوحش، خلينا نتكلم في الحلو الاول. الحمد لله طلعنا على قناة النهار في حلقة حمدي ووفاء، وكانت الحلقة ترند. الحاجة التانية الحمد لله طلعنا في قناة صدى البلد في برنامج توب التيك توك، طلعنا حلقتين مع الأستاذة الكبيرة الإعلامية المحترمة أستاذة لميس. تحب توجه لها حاجة يا أستاذة لميس؟ بحب لميس جدا جدا جدا. طلعنا في قناة المحور. والحمد لله. انا عايزه بس اقول حاجه، بس المذيعه لميس مش من المذيعات اللي هي ما بتردش ما بتقدرش حد، لما اجي حتى بكلمها بترد عليا، دندون حبيبتي، دايما سامعني دندون على لسانها على طول. فهي انا مش معتبراها مذيعه بصراحه، انا معتبراها اختي الكبيره، لان هي حد شخصيه لذيذه وشخصيه فعلا ربنا اداها قبول للناس. قليل في المذيعين لما تلاقي شخصيه مقبوله للناس، قليل جدا، وهي فرفوشه، هي فرفوشه زيك. طيب الحمد لله قابلتنا حاجات كتير ايجابيه الحمد لله. في سنه اتكرمت دينا، وانا اتكرمت الحمد لله في كان في مهرجان لذو الهمم، والحمد لله كرمونا وكنا من حضور المهرجان. حاجات كتير مرت ايجابيه الحمد لله في عام 2020 الحمد لله الحمد لله. وطبعا قابلنا صعاب في 2020 زي اي حد. من ضمن الحاجات الحلوه برضه عشان ما انساش ان دينا حامل في توأم، وان شاء الله سنه 21 تكون بش خير كده، نشوفهم بخير ان شاء الله ودينا تقوم بخير. الحاجات اللي قابلتنا صعبه جدا في 2021، قولي يا استاذ دينا. طبعا ازمه الكورونا دي كانت اصعب ازمه. انا راجل شغلي كله كان معتمد على السياحه وعلى شغلي ان انا شغال مع سعوديين وكده، طبعا لما الدنيا وقفت
حالي كله وقف، لان انا ما كنتش معتمد على الميديا بشكل عام او خاص. يمكن انا الوحيد اللي في التيك توك، والحمد لله ربنا يعني شاهد على ان انا شايف كده، ان ودينا عارفه كمان ان انا الوحيد اللي ما كنتش ببص للربح من لا يوتيوب ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا اي برنامج. وكانوا دايما لما يجوا يقولوا لنا تعالوا ايوه هنا احنا ولا حتى تعالوا هنا اتسالنا السؤال ده ما كناش بنروح. في قناه المحور، اتسالنا من مذيعه حنان، استاذه حنان، استاذه حنان، قالت لنا انتوا كان هدفكم من البدايه الربح؟ لا انا ما كانش هدفي من البدايه الربح، لان ميوزيكي كان الاول اسمه ميوزيكي، ما كانش اسمه تيك توك. لو احنا كنا نعرف ان اليوتيوب بيعمل ربح كده بالطريقه دي، بس هي الناس اللي خلتنا نعمل يوتيوب. اعملوا يوتيوب، اعملوا يوتيوب، فاحنا مش ما كانش قصدنا. انا عايز بس اتكلم في حته كمان، حته الناس اللي عندها قنوات صغيره، الموضوع مش يعني محتاج صبر. انا مثلا ممكن انت يكون انت عندك مثلا 100,000 سبسكرايب في القناه، قدر في ال 100,000 في 10,000 محتاجين ان انت تعمل لهم دعم. يعني محتاج لكل قناه لو هتعمل لهم ستوريو محتاج 10,000 يوم، انتوا متخيلين؟ فالموضوع بقى صعب جدا، فلازم الناس اللي عندها موهبه تصبر على نفسها اكيد في الاجتهاد ايوه، لان احنا بتاعها. ما صحناش، احنا ما رحناش لحد ورحنا قلنا له اعمل لنا ستوري، لا اعمل لنا مش بمعنى عارف برضو ايه. يا رمضان، ان احنا ما صحناش في يوم وليله. والواحد الدنيا اتفتحت. بصوا انا، لا انا مش قصدي يعني الموضوع اليوتيوب، انا قصدي الدنيا مش في يوم وليله بقى اليوتيوب كله الناس بتجري عليه، مش سابوا عارف شغلهم يعني. وسابوا انا من الدنيا ساعة كلها. ما يعني انا دايما اما باجي اتكلم مع رمضان اقول له معلش خلي اليوتيوب ده على في جنب. الحاجه، في الحاجة، لا في ناس بقت خلاص الحاجة، عيشتها اليوتيوب، لكن في ناس أساسها اليوتيوب، في ناس دي حاجة من بقت ضمن الحاجات إدمان. اللي من سلبيات، واحد من سلبيات 2020، الناس من ساعة ما عرفت ان اليوتيوب بيدخل فلوس وبقى هجوم كاسح على دي حقيقة. على يعني كنا زمان نشوف مثلا شحات واقف في الشارع مثلا، نفترض يعني واقف بيقول مثلا حاجة لله مش عارف ايه، دلوقتي لا بقى يخش لك في النت يقول لك انا مش عارف حالي ايه ومين ميت ومين واقع ومين واقف وانا كل مش لاقي حد ويا ريت. المسألة في ناس تستاهل وفي ناس تعمل، بس لا انا قصدي يعني الاول كان في قناة طبيخ، المطبخ حاجة واحدة بس، دلوقتي مصر كلها بتطبخ. الميك اب مصر كلها بتطبخ. انا عايز اقول حاجه، اللي ليه نصيب في حاجه هيشوفها اكيد لازما، هو ده اللي انا دايما بقوله على فكره اقسم رمضان والله بالله، اللي ليه العظيم. نصيب في حاجه هيشوفها يعني لي دايما اصل رمضان، برمضان بغير رمضان. انا عايز اقول لكم وقفت مع قنوات صغيره كتير جدا، وفينا قنوات كبرت انا بس عايزه اقول حاجه مسيومه، للناس، بس ان عادي يعني رمضان دايما بيتعب في فيديوهات، في فيديوهات بيتعب فيها جدا 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 ما جدا. بتجيبش مشاهدات. وانا من ورا الكاميرا مش هتنجح، مش هتنجح. مش معنى كده ان انا بـ 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 يعني بان انا بكسر مقاديف، وان انا ان هو انت لا لا والله العظيم خالص، بس انا عارفه ان اليوتيوب ده بنك حظ، طب بنك حظ. هقول على حاجه، انا في فيديو عملته منتجته قعدت 14 ساعه منتجه، ما عملتش حاجه ما والله، مع جابش ان الفيديو مشاهدات، كان حلو جدا على فكره، ما جابش، مع انه اصلا بيفيد الناس. يعني انا مطلعه عشان افيد الناس. لا تعالى بقى طلع الهلفوته والهلفوت الاثنين دول مع فريده بعض. وزيزو فيديو الغيره انا بس بتاع عايزه سعد، اقول لزيزو عشان دايما اقوى فيديو عندي في القناه، عايزه اقول دايما كلمه سعد، تحيا سعد. سعد سعد زيزو ابني الكبير، خلاص داخل في 9 سنين اهو، بقى راجل البيت هنا، ودي الشعنونه بتاعتنا الصغننه، اسد واربع قطط. انا برج الاسد، اسد ملك الغابه، بقت ملك تخينة الغابه. فعايزه اقول هم فعلا يعني هم وش الخير علينا وهم وش السعد علينا. عايزه اقول زيزو اصلا اتعمل له اسبوعين، اوكي، وليه اخ سعودي زيزو اتولد، زي اتولد في عز ومردغه، يعني احنا ما عناش الحمد لله، يعني مش من اليوتيوب هو اللي خلانا نبقى حاجه، اهو احنا عشتنا الحمد لله زي ما هي من البدايه لحد ولحد يومنا هذا ولحد الفيديو هذا، احنا عيشتنا عاديه جدا. هي هي يعني يوم معانا ويوم معناش، يعني والله فيه ويوم ما فيش. أصلاً بيجي علينا ايام في البيت، الناس اسال لما تيجي دينا تكلمني اقسم برب ايه ده، العزه هو انت معناش 100 جنيه في البيت. هو انت ساكنه هنا اهو؟ لا انت المفروض يعني، واحده جت عملت لي هنا اكريليك دعايه وكده، ايه دي انت ساكنه في المنطقه دي؟ قلت لها على فكره ساكنه في المنطقه دي، انا مش من النوع ان انا اخبي نفسي الكلام ده خالص. الدينا تقول لكم مش جاي علينا ايام يا دينا ما كانش فيه 100 جنيه في البيت؟ والنبي لحد دلوقتي لحد دلوقتي لحد الفيديو ده مفيش 100 جنيه يعني لحد وقتنا هادي، بقول وقتنا هادي. انا اللي انا اقصده ان احنا الحمد لله من غير اليوتيوب، من غير التيك توك، من غير ما نبقى معروفين، هي عشان ما حياتنا اتغيرتش والله العظيم. انا بقول بقى اللي اتظلمت في الموضوع ده حقيقي، ودايما بقول رمضان تالا اتظلمت، مش اتظلمت بمعنى لا، هو احنا الحمد لله تالا بنت صغيرة بس ما خرجتش زي ما دول استمتعوا بالخروج في المولات، في اماكن كتيره جدا راحوها، في سفر، في كل حاجه، في شرم، في كل حاجه
استمتعوا بيها. لكن تالا دايما بقول رمضان حتى ريحه لو شمول دي، لما بتنزل تحت في الشارع معايا وتشوف الكلب تحت هو هو بوبي، اللي هو البنت المتجننه اللي هو ما بتشوفش ويا حاجه، خساره طبعا دينا قربت تولد ما شاء الله، فاللي هو هتتظلم معايا انا عارفه انها هتتظلم، بس يعني ربنا يقدرني ان انا ما يعني انا هرمي البنت اللي ماما هتمشي ازاي. اهم حاجه برضو اللي نفسنا نشوفه في 21 ان الكورونا تبعد عننا، يبعد الابتلاء ده، ومن ابتلاء من عند ومن الله ضمن علينا. الحاجات على فكره السلبيات اللي كانت في 2020 ان كانت رمضان ما كانش في حد بيصلي في الجوامع، وما كانش في تراويح، دي كانت كارثه، ما كانش في صلاه عيد، وكان في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي ما حصلتش في 2020. اتمنى ان هي تحصل في 21 وحالنا يتبدل للاحسن، والناس كلها اللي نفسها تنجح تنجح، والناس كلها اللي نفسها تبقى كويسه تبقى كويسه، والناس كلها تعتمد وتقف، ويبقى في كده. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اهدينا تشهد. اي نعم بيحصل ما بيننا مصانع الحداد، بس تشهد في الاول وفي الاخر. عمري ما جيت في مره رحت خبطت او كتبت او عملت او مش عارف ايه على حد، بالله اعمل كذا، بالله اعمل كذا. واقول لكم على حاجه، في سنه 21 او في سنه 2020 في ناس كانت بنظبط معانا نعمل فيديوهات مع بعض، لما عليوا قالوا اصلهم، فلما جيت اكلمهم افتكروا ان انا باجي عليهم او بتحايل عليهم، لكن والله ما حصل. ربنا يشهد ان احنا كلنا واحد واحد. وانا بيهمني ان الانسان عارف انا لا، بس الانسان انا ده دي غلطه رمضان من البدايه، انا بقوله ده من الناس كلها، دي غلطه. مش معنى كده ان انا شريره، بس انا دايما بحب ايه يبقى ليا ركنه لوحدي، مش عايزه بقى ليه، عشان ما اجيش في يوم انا عارفه ان اللي انا هعمل معاه ده، اصل الدنيا دلوقتي ما بقتش زي زمان، مفيش خير يعني، هتعمل خير لحد مش كل الناس، عشان بس ما انا بقاش واحد كلمني، واضحه في كلامي. انا واحد كلمني عايز احكي موقف بسيط، معلش ادينا. واحد كلمني كانت قناته لسه ما تمتش حتى ال 5000 سبسكرايب، كلمني كلمته بكل ذوق وادب، قعد يحكي لي على حاجه في الجواب ومش عارف ايه، قعدت اكلمه وبقى عندي سد الرحم ان انا اتكلم معاه كتير. قرر ان هو يعمل معاه فيديوهات، قلت له اجي اعمل معاك وان شاء الله نبني اسوار. الفيديوهات عنده ضربت تك تك تك. جه بعد كده اكلمه ما يردش، هو بقى يكلمني بمزاج ويرد عليا بمزاج ومش عارف ايه. فدينا حست ان ايه، ان احنا كده يعني. لا مش حاسه، انا من البدايه وانا في ناس كتيره جدا انت يعني كلمتك على اليوتيوب وبعد كده طلعوا غلطوا فينا، واحنا انا دايما بسيب حق لله، يعني هو اللي بيرد غيبتنا. يمكن رمضان عصبي شويه عني في الحته دي، ممكن يطلع يرد ويستفز بعد كده يمسح الفيديو، بس انا بقول حق عند الله يعني، هيجي. فانا دايما بقول رمضان مش اي حد يكلمه في تليفون تعالى وتعالى وتعالى تسمع كلامه، لان هم بيبقوا قصدهم من حاجه دي حاجه، قصدهم وراهم حاجه. ده كمان انا عايز اقول حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احنا لو ناس مش كويسه وناس مش ناجحه ما كانش القنوات جت اتصلت بينا. مش هممني على فكره، احنا معلش سوري، في ناس عندها ملايين على اليوتيوب وما طلبتش وما طلبتش في التلفزيون ولا حد، ولا في ما بيقدموش البلد ولا محتوى، قناه النهار ولا بيطلعوا تكريم. يعني احنا تقارن ما بيننا وبين ناس كتيره جدا، وانا مش عايزه اقول وعندهم عندهم ملايين وعندهم ملايين، بس مش معنى ان هي مش بالملايين، احنا مثلا 100 سبسكرايب على اليوتيوب، وفي ناس عندها بالمليون و2 مليون ما طلبتش، مش معنى كده ان احنا ان هم حد كبير واحنا حد قليل، لا هي ما بتتقاس مش بالكتره، هي مش بتتقاس بالكتره، بس هي بتتقاس بالقبول وبالروح كده الرياضيه الراضيه. لان دي قابلها في 2020، نسيت اقول حد قابلها في 2020 يوتيوبر بنت هي، ودينا خدت موقف من ساعتها بقى ان قدام مش الكاميرا والله حاجه، انا عارفه قدام الموقف قدام أنا الكاميرا عارفة حاجه ومن ورا الكاميرا بس حاجه. بس انا بقى مشكلتي انا غير كل الناس الحمد لله، ورا يعني مش هقول طيب. جوزي يشهد، هقول الناس اللي عارفه دينا من ورا الكاميرا عارفه، عشان ما نطولش على الناس وناخد مده حد منهم تلقائي جدا جدا، عشان ما ناخدش مده الناس اكتر من كده. انت تتمني ايه في 2021؟ اتمنى ان اول حاجه ان ربنا يرفع الابتلاء علينا كلنا، واتمنى احنا حالنا يتغير للاحسن شويه. اتمنى ان تبقى السنه دي غير كل سنه يا رب، عشان طبعا هيجي لك فيها. بصوا وانا جالي كده كلمتين قالوا لي انت السنه دي هتبقى احسن سنه، مع اني بالخمسه ما اظنش، بس ربنا يكرمني. فريده تتمني ايه في السنه الجديده؟ نفسك في ايه في السنه الجديده؟ يعني نفسي نسمي حاجه. لا اسيبك من انت تسمي البنات دلوقتي، استني ايه نفسك قصدي نفسك في ايه في السنه الجديده؟ نفسك تشوفي ايه؟ تبقي إيه معاكي؟ ايه عندك؟ ايه مش عارفه يعني ايه طموحك يعني؟ هي فاهمه نفسها بايه لما تفهم طموحها يعني. هي نفسها شوكولاته. نفسك في ايه في السنه الجديده؟ نفسك يحصل ايه؟ تبقى في الحضانه عشان ساعه.
يا ماما بس ما تكسفهاش. وتلعب مع حنك. انت نفسك في ايه في السنة الجديدة؟ نفسي في السنة الجديدة للكورونا تبعد وما اشوفش وشها تاني. طيب جدع. لا بيحب ريم طبعا. بيحب ريم طبعا. طيب ان شاء الله ربنا هيكرمنا ببنتين زي العسل. هنسأل فريدة بتحبي اسم ايه يا فريدة؟ بحب اسمي رؤية. رؤية، فريدة نفسها تسمي رؤية. قولوا لنا برضو في التعليقات وجهة نظركم. انت غزل ودنيا. غزل ودنيا. غزل. وانت غزل دي اصلا بنت ابن خالتي. هو سعودي. طب انت؟ لا انا نفسي طب انت؟ انا هسيبها على الله، لان هما كده كده هينزلوا باسمهم. يعني اروح اسمي واتكل على لا يا حبيبي. لا يا بابا. يعني اروح اسمي واتكل على الله؟ استنى. هو بينزلوا باسمهم. انا هسمي اتنين. هسمي رؤية ودنيا. ماشي رؤية ودنيا. انت دلوقتي اسم الدنيا مين؟ دنيا رمضان. حلو. حلو. مستنيين برضو انت تكتبوا في التعليقات احسن ايام شفتوها في 2020 واحلى اصعب حاجه قابلتكم في 2020، وايه رايكم في موضوع اليوتيوب اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو بقى خلاص بقى الدنيا بقت بايظه خالص فيه. والحاجه الثانيه تتمنوا في ايه تشوفوه في 2021؟ والحاجه الرابعه والخامسه، معلش مش عايزين نطول عليكم، اسامي اولادنا اقترحوا علينا اسامي جميله، بنتين يليقوا مع بعض، يعني اسم بنتين يليقوا مع بعض. تمام. حاجة تانية يا دينا تحب تقولها للناس قبل ما نقفل على السنة الجديدة والسنة السعيدة؟ هو النهاردة طبعا هيكونوا بيتفرجوا على يوتيوب. استنى اقول لهم على حاجة قبل ما يقفل. طيب. يعني بصراحة احنا جايين دلوقتي عشان نعمل فيديو عشان احنا نسلم عليكم. وانا عايزة اقول حاجة. اتفضل. اللي بيعرف يعمل حاجة دي. سنة سعيدة عليكم، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ونشوفكم على خير. وعلى فكرة ان شاء الله الفترة الجاية انا ودينا هنرجع نعمل الفيديوهات القديمة اللي كنا بنعملها الجميلة، اللي هي تحديات بيني وبينها مواقف، وفريدة هتكون فيها. ايه رأيك يا دينا؟ انا كسبتك امبارح فبلاش اتكلم. بلاش اتكلم. خليها بعدين. يعني بصراحة انا خليت بابا يخسر كل فلوسه في لعبة نيدو. يلا رمضان يهبل في لعبة نيدو. يلا اشوفكم على خير. مع السلامة.